Hatakar Schwadam. Winjar Alajarish. Hatakar. Guarpeti Pacharish. Winjayi. Harsh. Sibalti Yiguarish. Ma. Ul Udams. Winja. Waita Waika. Hawaija Salwa. Takar. Palhur. Winja Laja Daos. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من تجميل الشامل لفار كراي برايمال على قناتكم واتميرس الخاصة بلعب الفيديو. في حلقة اليوم سوف نحاول إن شاء الله الاهتمام دائما بالمهام المميزة، يعني مهام الشخصيات التي تتواجد بالقرية، يعني جايما وكاروش وهي المتبقية. قمنا بمهمة بوغا ومهمة سايلا في الحلقة الماضية. إذا دعونا الآن نتجه أكثر إلى الشمال. تلاحظون تتواجد حوالي 400 خطوة أو قدم حتى نصل إلى مهمة جايما. بالمناسبة هذا المكان الذي سوف أذهب إليه الآن هو المكان الخاص بالدب، دب الكهوف، وهو دب أكبر يعني وأكثر قوة، وكذلك صبرتوث. وبالتالي فأتمنى أنني سوف أكون قادر عن يعني على الحصول على دب كهوف، لأنه سوف يكون قوي جدا وسوف يساعدنا يعني في إتمام المهمة ربما، بالرغم من أنه ليس سريعا. دعوني أدخل إلى قائمة الوحوش. ليس سريعا ولا يمتلك قدرات يعني في التخفي، لكنه قوي جدا ويمتلك خاصية مميزة وهي أنه يستطيع أن يجلب انتباه الأعداء في المعركة، وبالتالي يجعلك تتحرك بحرية أكثر، وربما تبدأ بالقيام ببعض التيك داونز يعني خلال المعركة، لأنه بمجرد أن ينتبه العدو لشخص آخر تستطيع الذهاب خلفه والقيام بتيك داون. إذا دعونا نتجه إلى أعلى الآن ونتمنى أن نحصل على دب كهوف. لم لا؟ أوكي شباب، ها هو الدب. تجلب انتباهه. انتظر قليلا. والآن الفرصة. اوكي. اقوى حيوان الآن في مجموعتنا الى حدود الساعة هو دب الكهوف كما تلاحظون. يعني كبير جدا صراحة. هذا هو الدب يا شباب، ليس كالدب البورني الذي نمتلكه، يعني هذا دب حقيقي يا شباب. اوكي، رأسه يعادل رأسنا حوالي 3 مرات او 4 مرات. دعونا نذهب الآن للقيام بالمهمة يا شباب. اوكي، كبير ورشيق. سعيد صراحة للحصول عليه. اوكي، ماذا وجد هنا؟ بعض الإزيلة. دعنا نذهب. اوكي، لاحظ معي كيف يقوم بالتخلص من الدبابة بشكل سريع. نحصل على جلد براون بير. اوكي، لدي بعض الاشياء يمكن صناعتها. دعونا نستغل الفرصة للقيام بصناعتها الان قبل ان نتجه للمهمة. على بعض جلود الدبابة. توشي. اوكي، الان نتجه الى الهدف. اظن ان هذا الطريق المناسب، ودعونا نقوم بالكرافتين اولا. يمكن ان اصنع الان مرة اخرى جراب خاص بالسهام، واصنع الجراب الاخير كذلك. اوكي، أكملت جميع التعديلات والتحسينات الخاصة بجراب السهام. الآن أستطيع حمل 48 سهما، رائع جدا. ماذا يمكن أن نصنع كذلك؟ أستطيع الآن صناعة السهم الذي يصيب عن بعد، أو القوس الذي يصيب عن بعد. ممتاز. أوكي، ماذا أحتاج هنا؟ ساوت ستون. أحتاج حجرة وحيدة من الساوت ستون حتى أستطيع صناعة المقلاع. اوكي، نحن نتقدم الان يا شباب بخصوص الاسلحه، وهذا صراحه يبشر بالخير، يعني اما قريب سوف نكون قادرين على الوصول الى
إلى المهام شديدة الصعوبة. إذا هذه الخاصية الآن التي أو التحسين الذي أو التعزيز الذي سوف أقوم باقتنائه سوف يمكنني من صناعة سهمين بدل سهم واحد دون أن يزيد الأمر من الموارد المستهلكة. أقوم باقتنائها بطبيعة الحال وأقوم بتطويرها. جيد جدا. إذا أظن أن هذا هو القوس ذو المدى البعيد يا شباب. يبدو أنه يوفر ثبات أكثر. اوكي تعال ايها الدب. اوكي دب كهوف اخر هناك. اوكي شباب ها هو الليل الان، دعونا نقوم بالمهمة. سوف اختار الرماح لانه سوف يكون حيوان قوي جدا. الحيوان يتم وسمه على انه او تعريفه على انه صعب جدا في الصيد. كنت سوف اقول صعوب جدا. صراحة في بعض الاحيان تقول اشياء لا تدري كيف تم نسجها يعني داخل دماغك. اوكي اين هو الالك التول الك حتى اقوم باظهار صعوبته لكم. تقريبا لا يتواجد في الخريطة. اوكي لا يظهر حاليا. اوكي ها هو هنا. لاحظوا معي فيري هارد، يعني عملية صيده فيري هارد. سوف يكون عدواني، يعني سوف يحاول مهاجمتنا. هذا أمر لا جدال فيه، ويجب أن نستعين بالدب. تعال إلى هنا. أوكي هذا روث ال روث ذلك ال مالشي لاو كاري هابي هذا ذلك الغزال. دعونا نتتبع هذا الطريق من هنا. Follow the path of the fireflies. أوكي نتتبع طريق هذا الدباب المنير، ما يطلق عليه باللغة العربية الحباحب. لديه تلك المؤخرة التي يعني تعطي هذا النور الذي ترونه يا شباب. يبدو أنه ينجد إلى روج هذا النوع من الضباء الكبيرة. لاحظوا معي أنه أو ينجد ربما حتى إلى رائحتها. رافقني بليز. يبدو أنه سوف يظهر بعد قليل يا شباب. ها هو يا شباب. أودام بارجو هرشي وانهرش موسى أرشو بارشاك وانهم. يبدو أن عملية الصيد لم تكن ناجحة. تفضل. ني. يبدو أنه يجب أن نحاول انتظاره من جديد أم ماذا؟ صوت صراحة رائع جدا.
بس الوحيد الذي يحاول صيده. دعونا نركض. لن أهتم بهم، سوف أحاول مطاردة الطبي، هو ما يهمني الآن. باكي تمكننا منها أخي. ليس عدلاً. كنت صياد وأصبحت الطريدة. أوكي يا شباب، أنا أصل إلى هذا البونفاير هنا. العلامة النارية سوف أحاول الحصول عليها. لاحظتم أن المهمة الماضية انتهت بشكل صراحة لم يعجبني، لأنه نحن في خضم عملية صيد. على الأقل يجب جعل المنطقة يعني خالية بعض الشيء. نحن نقوم بالمهمة، وبدلا من أن نركز على صيد الطبي القوي، يجب أن نواجه مجموعة من الأودر في المنطقة يحاولون الصيد كذلك. يعني صراحة الأمر لم يكن جيدا. أوكي، جميع الأعداء هنا يبدو أنهم أعداء أقوياء جدا، وبالتالي لا يمكنني التخلص من أحدهم باستعمال البومة. يجب أن أقوم بالأمر بشكل يعني يدوي بالكامل. ربما نقوم باستعمال الآن الآن أسقطت النحل بشكل جيد. كم من عدو تخلص منه؟ تخلص من عدوين على ما يبدو. أوكي، لم يكن الأمر موفق. يا شباب، يبدو أنه الكثير من المشاكل تقع هنا. لا بأس. يعني في الوقت الذي كنت أريد أن أحصل به على البونفاير بشكل يعني undetected، أتفاجأ بأنهم يهربون أولا من النحل ليكتشفوا الدب بالأسفل، وبالتالي يكتشفوني أنا أيضا. أوكي، كان خطأ يعني تكتيكيا يجب تجنبه في المرة المقبلة ليس الماضية. يعني الهدف صراحة كان هو الحصول على بعض نقاط الخبرة من أجل الحصول على نقطة مهارة. أريد أن أحصل على نقطتي مهارة حتى أستطيع يعني القيام بمهمة كاروش التي تحتاج إلى ركوب الماموت. لذلك فأنا أحتاج إلى نقطة مهارة أخرى، سوف أحاول البحث عنها الآن. لدي نقطة مهارة وحيدة، سوف أحاول الحصول على نقطة المهارة الأخرى من خلال ربما تأدية مهمة من المهمات هنا.
دعونا نقوم بأسهل نوع من المهام وهو مهام قتل الحيوانات، خصوصا أننا نمتلك الدب الآن. دعونا ننتقل إلى هذا المكان ونقوم بهذه المهام. نلتقي بعد قليل يا شباب. أوكي يا شباب، أصل إلى مكان تواجد المهمة، سوف أحاول أن أفعلها الآن لنرى ما الذي يجب علينا القيام به. بعدك وينجا دايوا حشنو سواناش وبعدك شانشي شايو لاوشا ساكوي تاكار سوان. أوكي، لدينا مجموعة من الجاكوارز يجب أن نقوم بقتلهم. أين يتواجدون؟ أوكي، يتواجدون هنا. إذا دعونا نقوم بانتقال سريع. أوكي الآن يا شباب سوف نتجه للقيام بالمهمة. يجب أن نصل أولا إلى هذه النقطة هنا، بس أدري كم يجب أن نقتل من الجاكوارز، لكن عموما سوف تكون مهمة مفيدة لأننا سوف نحصل على جلودهم. أوكي، من يتواجد هنا؟ وكأنني رأيت أحدهم يحاول اكتشافي. بعض من الساوت مابل قبل أن نقوم بالمهمة. يوجد بعض السبرتوث هنا. إذن ها هي المهمة سوف نحاول تفعيلها الآن. جاكوارز آر أتاكين ذا وينجا. أوكي، هانج ذيم داون تو ريديوس ذير نمبرز. اوكي، يبدو انه عانى كثيرا من الهجوم الاخير. الان يبدو انه بصحة جيدة. then help the winja. اين تتواجد؟ اوكي، تتواجد هنا. اظن انها تتواجد بالاعلى. دعونا نرى في الخريطة كيف يمكننا ان نصل الى اعلى دون مشاكل. اوكي، هذا هو الطريق. اذا اوكي يا شباب، ها نحن نصل الى المكان. الجاكوارز سريعون جدا، وبالتالي لست ادري صراحة ما هو افضل يعني تكتيك لمواجهتهم. الى هنا ربما احاول اشعال النار في هذه الهرامة ونبدا المهمة. تعال إلى هنا. أوكي، بقيت قطتان الآن فقط. تعال إلى هنا بليز، لا أريد أن أقع في مواجهة الطين. تعال إلى هنا. يبدو أنها هربت. واحدة أخرى الآن. أوكي، يبدو أنني أحرقت المكان. صراحة صراع أكثر من صعب مع هذه الجاكوارز هنا. أوكي، أخيرا تمكن من قتلها. جيد جدا. أوكي، ننهي المهمة بشق الأنفس بعد أن حرقنا المكان بأكمله. أوكي، الآن نجمع بعض الجلود هنا.
وأستطيع بطبيعة الحال الآن أن أقوم بركوب الماموت يا شباب. يعني إنجاز مهم جدا. هل توجد بعض الجنود هنا؟ هم ذلك ربما؟ أوكي لا توجد. إذا دعونا نقوم بالترقية ونذهب للقيام بمهمة كاروش. أوكي الآن أستطيع صناعة المقلاع. أوكي جيد جدا. أوكي جيد جدا. الآن يمكننا الحصول على الترقية هنا. أكثر من رائع. إذن approach a young mammoth and hold to ride it. A young mammoth يعني لا يمكنك ركوب الماموت البالغ، فقط الماموت الصغير في السن اليافع. إذن دعونا الآن يا شباب ننتقل إلى هناك ونحاول أداء المهمة وننهي الحلقة يا شباب. أوكي شباب ربما قد نحصل على ليوبار هنا. جيد جدا نستطيع الحصول عليه الآن. من هذا الذي يريد مهاجمتنا؟ أوكي ضربة واحدة كانت كافية. جيد جدا ضربة وحيدة كانت كافية. إذن يا شباب الآن أنا أقترب بشكل كبير من مكان جريان المهمة. تلاحظون مؤشر البرودة في انخفاض مستمر، يمنحني حاليا حوالي 4 دقائق فقط من أجل التجول والحصول ربما على مكان دافئ قبل أن ينفد. لذلك سوف نحاول أولا أن نجد مخيم. رأيت في الخريطة أنه يتواجد مخيم قريب. ها هو يا شباب. سنحاول التوجه إليه أولا. أوكي الكثير. لاحظوا معي هذه المشاكل هنا. لماذا تريد مهاجمتي؟ لماذا؟ صراحة لا أفهم. يتعرضون لهجوم من ضواري أخرى وأنا أول من يقومون بمهاجمتي، خصوصا هذه الحلقة يا شباب الكثير من المشاكل. أوكي لدينا بعض الطيور الجميلة هنا، بعض طيور الحجل. أوكي ممتاز جدا. إذن الآن يمكن أن أرفع من منسوب الحرارة، بعد ذلك أنتقل لأداء المهمة يا شباب. نحصل على بعض الريش ربما قد يفيدنا في عملية الصنع. بالمناسبة لم أقم بتجربة المقلاع. أوكي هكذا يتم القيام بالأمر. أوكي جيد جدا. الآن سوف نقوم بتفعيل المهمة. نبحث عن ماموت نقوم بركوبه. أودم شازدار وساق ورش شازدار ورقويجر داوسم ستامب أودم. أوكي فاين الماموث. أوكي سوف يتواجد هنا بالأعلى. نقوم بالأمر بشكل سريع لأننا لا نمتلك الكثير من الوقت بسبب الحرارة. اوكي تواجد بعض الأودم هنا، لذلك يجب ان احاول.
القتال. اوكي يبدو انه محتجز يا شباب. اظن انه ليس هناك يعني ضرورة للقيام بالامر بشكل يعني متخفي دون اصدار يعني الضجيج، لكن فقط حبا في اجراء الامر بشكل جميل. ابتعد عن السلوك. اقوم بإعادة احياء النمر. تلاحظون انني احاول استفادة ما امكن من عملية كسر القناع او الهلمت او الخودة لتوجيه ضربات الى الرأس، لأن ذلك يجعلني أقوم بعملية قتل مباشرة حتى للأعداء من النخبة والذين يظهرون باللون الأصفر كما لاحظتم. إلى أين يجب أن نتجه الآن؟ الآن نتجه للقيام بالانتقام. يجب أن ندمر جميع منشآتنا. من التالي؟ ها هم هنا. لازلنا يجب أن نقوم بتكسير بعض الأشياء. ممتاز جدا. من التالي الآن؟ يتبقى الكثير. أظن أن هذه هي المنشأة الأخيرة.
الآن نقود الماموت إلى قطيعه. هاي ماما. نوقد أنفسنا أولاً بعد ذلك نحيي الماموت. جيد جداً. الآن قمنا بإنهاء المهمة بشكل جيد وقمنا بتدفئة أنفسنا. رائع جداً. والآن نستطيع كما تلاحظون ركوب حيوانات الماموت. أظن أنه يا شباب اليوبارد لديه قدرة معينة وهي في وسم حتى الحيوانات، يعني لا يسم فقط البشر، يسم حتى الحيوانات عندما يكون في مكان، عندما تكون محيطة به في مكان قريب. إذا أتمنى أن الحلقة عجبتكم، أنهيناها بشكل جميل يعني من خلال استعمال الماموت للتخلص من الأودر، وصراحة كان ركوبا جيدا، كانت جولة رائعة، دمرنا جميع المنشآت الخاصة بهذا المخيم هنا بالأعلى، وتمكننا من القضاء على العديد منهم، حتى هؤلاء الذين يعتبرون يعني محاربين نخبة. وبالتالي أظن أن الماموت سوف يصبح يعني انطلاقا من هذه النقطة يعني أداة استراتيجية يمكن أن نستعملها في بعض الأحيان إذا أردنا أن نقوم يعني بإجراء بعض المهام دون أن نهتم بمسألة الديتكتد أو الأنديتكتد، يعني أن يتم اكتشافنا أو لا يتم اكتشافنا. سوف نحاول الاستعانة بالماموت لأنه سوف يفيدنا كثيرا في التخلص من الأعداء الأقوياء يعني. ويعني التخلص من الأعداء ليس فقط بشكل آمن ولكن حتى بشكل سريع، يعني تخسر وقت أقل من أجل تأدية المهام. إذن لم يتبقى أن أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، أتمنى الحلقة عجبتكم. لم يتبقى أن أقول لكم نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.